نعم، الآن أنا متواجدة في الساحة الخارجية للقمة العالمية للحكومات في دبي، حيث يتم عرض التاكسي الجوي، حيث سوف تكون دبي هي المدينة الأولى في العالم التي سوف تستخدم التاكسي الجوي لتنقل عامة الناس، وذلك في عام 2026. ولكن في عام 2025 سوف تبدأ عملية، دعونا نقول العملية التجريبية لهذا التاكسي الجوي. طبعا للحديث أكثر حول هذا التاكسي والذي يتسع لأربعة ركاب، يسعدنا أن نستضيف السيد أوليفر والكر جونز، وهو رئيس الاتصال والتسويق في شركة جوبي، وهي الشركة المصنعة وأيضا التي سوف تقوم بعمليات التنقل، بالإضافة إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي. السيد أوليفر، سيد أوليفر كيف حالك؟ أنا بخير، شكرا على استضافتي. سيد أوليفر، هل أخبرتنا أكثر عن خدمة التاكسي الجوي؟ ما هي مواصفات هذا التاكسي؟ هذا التاكسي هو تاكسي جوي كهربائي، الإقلاع والهبوط يكون عمودي ويطير إلى الأمام كالطائرة، هو يشبه المروحية والطائرة. قدرة الطائرة السعة هي لقائد وأربعة ركاب، المسافة تصل إلى 160 كيلومتر والسرعة إلى 320 كيلومتر في الساعة. بدءا من 2026 نتوقع تشغيله تجاريا، وقد حددنا أربعة مواقع سوف تقدم هذه الخدمة للتاكسي الجوي الكهربائي. ما هو الهدف من عرض هذا التاكسي الجوي في هذه القمة؟ كنا متحمسون جدا للمشاركة في القمة وعرض التاكسي الجوي. أعلنا البارحة بأننا نعمل مع هيئة الطرق والمواصلات على توفير هذه الخدمة التي ستكون لأول من نوعها عالميا في 2026. هذا عصر جديد للتنقل، تاكسي جوي. أخبرنا أكثر. لم يستخدم أبدا أحد تاكسي جوي، إنه وسيلة نقل جديدة 100% تشبه وسيلة النقل الأولى عندما تم ابتكارها، القطار والطائرة والأم هنالك. سنغير من طريقة التنقل في دولة الإمارات. نلاحظ بأنه سعة هذا التاكسي أربعة ركاب وقائد. أخبرنا عن سعة التاكسي. الفكرة تقوم بحجز التاكسي، فبالتالي تحجز المقعد وبإمكانك أن تتنقل وتحدد وجهة الوصول وتقوم بذلك كما تفعل مع التاكسي التقليدي، وبالتالي لدينا الهبوط العمودي التي يأخذك إلى مكان الوصول والمسافة تصل إلى 160 كيلومتر. السؤال الأخير، ما مدى أهمية التاكسي الجوي لقطاع التنقل والنقل؟ وما سيحصل في المستقبل؟ كيف يمكن يكون هذا النقل آمنا في المستقبل؟ نحن متحمسون جدا لنقدم هذا الشكل الجديد والوسيلة الجديدة للنقل النظيفة وفيها سلامة 100%. اختبرنا هذا في كاليفورنيا، لقد قمنا بأكثر من اختبار، ونعمل هنا مع الهيئة العامة للطيران المدني لإعطاء الترخيص لهذه الطائرة، ونتوقع أن نشغلها في 2026. سيد أوليفر، شكرا جزيلا، وأنت رئيس الاتصال والتسويق في شركة جوبي. إذن مشاهدينا، كنا بهذه الجولة مع هذا التاكسي الجديد الذي سوف يكون الأول في العالم وسوف ينطلق من مدينة دبي.